ككل عام نجتمع معا في هذا التجمع المبارك كأسرة واحدة نشعر بالقصة التي تشعرون بها أهالي الضحايا أهالي المعتقلين. يزيد ويتكاثر عدد المنتهكين وكل ما يجمعنا هو حب الوطن. فقالها الشهيد علي المؤمن: نفسي فداء وطني. فبالأمس كانوا معنا ينتظرون صوت الحق. تجمعهم سفرة صغيرة في منزلهم، أصبحت السفرة أكبر تضمنا جميعا. يعتبر الحق في الحياة الحق الأصيل والأسمى للإنسان، وقد كفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية باعتباره ملازما لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا. في هذا العام انضم لنا ستة عوائل شهداء انضموا هذا العام مع قوافل عوائل الشهداء. يحتاجون مساندتنا، يحتاجون أن يتجاوزوا هذا العام الصعب عليهم مثلما تجاوزوه أخوانهم أهالي الشهداء العوائل الذين سبقوهم في الشهادة وفي التأقلم مع فقدان الأحبة على سفرة مائدة شهر رمضان المبارك. طبعا ندعو المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بعدما وصلنا إلى طريق مقفل فحتى الآن لم يتم محاسبة أي قاتل من قتلة الشهداء والضحايا، ندعوهم لحث السلطة البحرينية على التوقيع اتفاقية يسمح بفتح مكتب قطري للمفوضية في البحرين، لما يعكس أن يؤدي هذا المكتب القطري من دور مهم في الرصد الميداني الدقيق لحالة حقوق الإنسان في البحرين والانتهاكات التي تقع، ويفتح بذلك سبيلا لجهة محايدة وموثوقة قادرة على تقييم الوضع الحقوقي في البحرين بشكل مستمر بعد تعنت السلطة البحرينية في قبول زيارات المقررين الخاصين للأمم المتحدة وزيارات المنظمات الحقوقية الدولية الغير الحكومية ذات التاريخ الحقوقي العريق. ومن هنا نتمنى أن يكون جمعنا القادم هو انتصار لحقوق الإنسان وانتصار للعدالة الاجتماعية التي خرج من أجلها هذا الشعب الكريم. ومهما زاد القمح والقبضة الأمنية لن يرجع هذا الشعب إلى بيته خالي اليدين. نتمنى أن يكون عامنا القادم هو عاما تجتمع فيه الجهود لنصرة فلسطين وإنهاء الاحتلال الفلسطيني من الاستعمار الصهيوني. وشكرا لكم.